سلامة ومرحبا بكم على قناتي أغيغورمون باي سنة. كالعادة نرجع لكم بجاتو أكثر من بنين وأكثر من رائع، طلبتوه مني برشا، جاتو أوتيلو بخاليني نوازيت شوكولا. الجاتو هذا بالبفريوة بالبخاليني وبالشوكولاتة، ما نحكي لكم شي على البنة. طلبتوه مني الراس العام، اتدلوا عليا باش نعطيكم اليوم كل أسرار نجاحه، باش يجيكم جاتو راس عام يعمل 66 كيف. كان أول مرة تتفرجوا في قناتي، اعملوا ابوني واكتيفي الجرس باش يوصلكم ديما جديدي وديما على قد البنة على قد التشجيع. جاتو اليوم بنة على بنة. يلا نبداو بالمقادير، واول حاجة باش نخدمو الكريمة مع بعضنا ياسر ياسر بنينة. Pour commencer, on va préparer d'abord la crème pralinée. اول حاجة باش نحضرو كريمة البرالينيه. شنو في وسطها؟ الهوني عندنا السكر 100 غرام سكر، 100 غرام دو سكر سمول، معهم الهوني 30 سنتيلتر دو لي، 30 سنتيلتر حليب. باش نزيدهم الهوني العظم، عندي 9 اصفر عظم، 9 جون دو، والهوني معاهم البرالينيه نتاعي. خذيت 250 غرام دو برالينيه، 250 غرام برالينيه، اللي هي عجينه البفريوه واللوس، دو تيغ بفريوه. اول حاجه باش نسخنوا الحليب نتاعنا. لو طون الحليب سخن، باش نخلط انا السكر والعظم، نخلطهم هكايا مليح مليح بالفوي باليد، ما نستحقوش باش نخرجوا الغبو. الحليب سخن، ما نخليهوش حتى يغلي ويعمل قشرة، باش نحطو توا على العظم. نخلطو او ميم طون. هذه هي رجعناها توا في الكسارونة. لوبجيكتيف نتاعنا باش نحضرو اون كريم انجليز. لوني نحركو مليح الكريم انجليز نتاعنا حتى لين توصل 83 دوغري. وقت اللي توصل 83 دوغري وقتها اون لا روتير دو فو. دونك مهم ياسر انكم تقيسوا التمبيراتور نتاع الكويسون. اللي ما عندوش ترمومتر لازمها الناب لا كويير. تنوريكم كيفاش. هذه اش معناها الناب لا كويير؟ هاكي معناها تغلف الكويير. فوالا هذه التكستور نتاعنا. توا باش نزيدوها البرالينيه. دارنييغ ايتاب، توا باش نزيدو البرالينيه نتاعنا. شوفوا ما شاء الله البنه. فوالا وباش نخلطو. فوالا تحصلوا على التكستور هذيا، وشوفوا الكولور ما شاء الله، على خاطر حطينا فيها بزيت براليني. اي سورتو اون اتوريفي النوازيت نتاعنا ولونها غميق بالبي، سينو ما تحصلوش راهو على الكولور هذي المزيانه. هذه اون لا فيلم او كونتاكت، وباش نخليوها تبرد كومبليتمون ا تمبيراتور امبيون. نتعدي توا التحضير المورانغ سويس نتاعنا. المورانغ سويس لازمها الهوني 90 غرام دو بلون دو، اللي هما 90 غرام ابيض اعظم، يكون بيان سور ا تمبيراتور امبيون. الهوني باش ناخذ معاهم السكر 225 غرام سكر، 225 غرام دو سكر سمول. الهوني خذيت معاهم دو ساشي دو سكر فانيلي، دونك زوز سكر فانيليا. الباكوم تاعي نتاع سكر الفانيليا كما نتوما تبعوا فيه من برشا مناطق ديفيرونت. الهوني فوستو 7.5 غرامات، دونك باش ناخذو زوز. حق الهوني الماء 75 غرام ماء، 75 غرام دو. أول حاجة باش نطيبو السيرو نتاعنا. قبل ما نحطو يتيب الهوني، باش نركض الأبيض نتاعي أون نيج. اش معناها؟ جافي الموسي أنا ليجامو، تنوريكم كيفاش. فوالا هاكي، دونك العملية ساهلة مهلة. توا باش نشوفو السكر نتاعنا السيرو وين وصل. الهوني باش نستناو السكر نتاعنا حتى 118 دوغري. وقتها 118 دوغري الهوني اون فال روتيري دو فو، وباش نصبوه على كالاصفر نتاع العظم، وباش نكملو نركضو. المورانغ سويس ما اسهلش منها، وصدقوني تعطي بنة للكريم ياسر ياسر ليجير و تخي تخي زونكتيوز بارابور الكريم موسلينة. اللي ما عندوش ترمومتر تستناوه حتى تعمل هكا فقاعات كبار برشا. هنا هذه توا باش نركضوها مع الابيض نتاع العظم نتاعنا، بيان سور نقويو برشا برشا. هذه باش نكملو نركضوها حتى لين تبرد كومبليتمون. نقويو في الفيتيز هكا، تحصلو فينالمون على التكستور هذيا. شوفو محلاها التكستور، تبدا بريونت والبول نتاعنا يبرد كومبليتمون وقتها المورانغ سويس نتاعنا حضرت. يا عيني يا عيني، قاعده نتخيل فيها هذيا مع الكريم اللي حضرناها. يا سلام بنا. نكملو توا الكريم او بور نتاعنا اليوم بالمورانغ سويس. الزبده نتاعي هوني الي ا تمبيراتور امبيونت. مهمه ياسر العمليه كيما في الكريم موسلين كيما في الكريم او بور، دونك بالمورانغ سويس مهمه ياسر انه الزبده
والكريم نتاعنا يكونوا فرد تمبيراتور داكور. في الكريم موسلين كريم باتيسيير وزبده فرد تمبيراتور، وفي الكريم تاع اليوم الكريم لونجليز والكريم والزبده الزوز فرد تمبيراتور. اول حاجه جوي ديتوندغ الزبده بالطوي نتاع الروبو باش تولي اون فوماد كلها مع بعضها باش نقويها شويه باش نخدمها بالباهي بالباهي. فوالا الامور باهيه، البور نتاعي إلي أون بوماد، توا باش نحي الفوي وباش نرجع الفوي نتاعي العادي باش نركضوها توا مع الكريم نتاعنا اللي حضرناها. رجعنا الفوي نركضو شوية الكريم أونجليز نتاعنا اللي خليناها بردت أتمبيراتور أونيون، باش ندخلو فيها شوية هواي هكا باش نفرشكوها شوية، وهاذيا توا باش نركضو ونزيدوها هكايا على جنب. Et on accélère la vitesse de la racade interne. Voilà. Masha'Allah, la crème, la rihame de la noisette, benne, à la benne. Et là, c'est bon. Hadrat, je vous dis tout à l'heure, le meringue interne suisse, wane, benne, crème au beurre, praliné, meringue. Je vous dis tout à l'heure, le meringue suisse interne. للميلونج بريسيدون ونركضو بالباهي بالباهي بالباهي، نتحصلو على كريمة بنة على بنة، تتحصلو على كريمة فانتاستيك. شوفو هكا التراوة وشوفو هكا البنة والدكواز متاعنا حضرت او ميم طون، يا عيني يا عيني. نجيو توا لتحضير الدكواز بن على بن. بيان سور تنجمو تخدموه بالدكواز، تنجمو تخدموه كان تحبوا بالبسكوي بورجوا، خدمتو انا ديجا وخليتو لكم في الغوسيت نتاع لوبيرا. به اللي يحب يخدم كيف انا اليوم بالدكواز راهي تجي ياسر ياسر بنينه معاه، ديما خفيفه الدكواز وكلها فيكيا. شو باش يخدم؟ نعطيكم مقادير انا دكواز واحده 60 غرام ابيض عظم، 60 غرام دو بلون دو، 15 غرام دو فارين نورمالمون، 50 غرام دو سكر سمول، دونك 50 غرام سكر محاور، 15 غرام فرينه، 70 غرام نوازيت، دونك بفريوه مرحيه وبيان سور محمره، 50 غرام سكر محاور، و 60 غرام ابيض عظم. انا عملت المقادير في اربعه باش نعمل 4 دكواز اليوم، 4 كعبات دكواز. نجمو تحضرو لي 4 او ميم طون، راهو دخلتو نفس الخليط. بروميير ايتاب باش نركضو لابيض نتاعنا اون نيج وباش نزيدوه السكر على 3 مرات. استيوس رد بالكم تاخذوا ابيض عظم يكون بارد من الفريجيدير، لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. دونك سكي فو دير هوني اون فا مونتي لي بلون اون نيج اي اون فا اجوتي لو سكر سمول اون 3 فوا. هذه هي الاولانيه، خليه يطلع من الاولى ومن بعد زيدوا السكر على 3 مرات. تيان سو بو ريزولتا، لازم تكون شاده روحها هكايا وتلمع بالباهي. نتعمل لو فامو بيك دوازو منقار العصفور. طيب باش نخلط مع بعضهم لي زانغغيديون سيك الكل، الفرينه والبفريوه والسكر المحاور. دونك باش نزيدو هذايا طون بورتون للميلونج نتاعنا باش نركضو ليجيرمون، راهو ما نقاويوش في الفيتيس. اون اوبتيان الميلونج هذايا وشكون شوفو كيفاش هوني باش نخلطو دو با فيغ لو او باش ما نكسروش البلون دو نتاعنا. فوري قاعد يسخن 180 دوغري، هذه توا باش نوزنها باش نقسمها على 4 بيان سور. دونك كيما قلت لكم نجمو نحضروا الكل او ميم طون، والكويسون ماهوش باش تكون معناها برشا طويله، باش تاخذ 10 مينوت دو كويسون ابوبخي باغ داكواز. الهوني قصتو باش نقسمو توا على 4، معناها كل داكواز باش تعمل لنا حكايه 260 غرام. باش نطرحوها الهوني على بابي كويسون، حيت السيركل باتيسي نتاعي باش نعرف ديمونسيون قداش. انا المول نتاعي باش نخدمو اليوم 20-24 سنتيمتر، نتوما كيفاش تحبوها تبدا عاليه والا واطي شوي. باش نرشوها بالسكر غلاس وباش ندخلوها توا 180. نتوما والعلو نتاع الدكواز نتاعكم، كان الدكواز نتاعكم جيده 10 مينوت، كاين خشينه شويه كاين عاليه تخليوها 14 مينوت ابوبخي، مي ما تفوتوش. اي سي بارتي 10 مينوت 180. داكواز حضروا باش نتعداو توا للبريباراسيون نتاع الغاناش بنه على بنه، هذه كيما تبدا في الفريجيدير كيما تبدا البرا.
نجي وتوا للبريباراسيون دو لا غاناش بنه على بنه واكسترا موالوز. الغاناش نتاعنا شنو فيها؟ فيها شوكولا نوار 290 غرام شوكولاته كحله 290 غرام دو شوكولا نوار باتيسيي معاهم الهوني الكريم ليكيد خذيت 320 غرام دو كريم ليكيد 320 كريمه تكون سائله الهوني ما عندي 60 غرام زبده 60 غرام دو بور وباش ناخذوا دو كويار كافي دو ميل زوز مغارف صغار عسل. اول حاجه باش نسخنوا الكريم ليكيد نتاعنا. صبيت الكريمة متاعي سخونة على الشوكولا والزبدة وبش نخليهم شوية هكية زدتهم العسل وش نبدأ نحرك دوسمان حتى لين تذوب الشوكولاتة وتذوب الزبدة. سي تري تري فاسيل ومن بعد تو تشوفوا كم سي تري تري زونكتو تبدا تذوب ذوبين في الفم وتقعد سورتو معناها طرية في الفريجيدير ما تيبسش. الغناش متاعنا حضرت بنا على بنا نتعدي وتوا للبريباراسيون نتاع البفريوة نتاعنا واللوز اللي باش تعملوهم كاراميليزي باش يقعدوا يتكرمشوا. صرفنا اليوم قلت لكم انا فورماسيون غراتويت هاني زدتكم النوازيت كاراميليزي هذية عرفت تعرضكم طرف هكايا في وسط الجاتو تموتوا بالبنا عشقي 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 دونك فوستها السكر الماء النوازيت وكالعاده على قد البنه على قد التشجيع. اول حاجه هوني حطيت لي زاموند نتاعي والبفريوه في ساك دو كونجيلاسيون عملتلهم بريبيت هكايا بالغلو باتيسي دونك قلقلتهم مليح علاش نحبهم يبداو هكايا كونكاسي. هوني خديت كسرونه وحطيت في وسطها السكر باش نزيدو الماء وباش نطيبو السيرو نتاعنا. باش نستناوه على 118 دوغري ونفا لو روتيري دو فو باش نحط فوسطو الفاكهة نتاعنا. فوالا توا نزيدو الفاكهة ونقعدو نحركو. توا السكر يبقى كريستاليزي مش مشكلة نكملو نحركو حتى لين داك الكراميل يتشكل. دونك فوالا باش يبدا هكا يرمل معناها وكل ما حتى مشكل كملوا تحركوا حتى لين هكا الكراميل السكر الكل يولي كراميل ويذوب. لي زاموند والنوازيت نتاعنا حضروا حطيتهم لهوني على بابي كويسون تخليهم يبردوا ومن بعد تعاودوا تعطيهم ضريبه صغيره بالقرقال نتاعكم باش يولي عندكم هكا دي زاموند ودي نوازيت كونكاسي كراميليزي. نجيو توا للمونتاج. اول حاجه خديت السيركل نتاعي باتيسي باش نحط عليه أول داكواز باش نحاولو نسنطروها بالبي باش نحطو عليها هاب السيركل نتاعنا باتيسيي دو ميم ديامتر ناحية سنتير هنايا لي داكواز الكل قصيتهم بالسيركل باتيسيي لو ميم ديامتر قبل ما تبداو المونتاج. الداكواز نتاعي ما تستحقش نحطولها سيرو دامبيباج ونستويوها بيان سور هكايا. هذه توا باش نحطو عليها الغناش هكا دوسمو قيسو مغرفة في كل بلاصة باش يبداو كلهم اوموجين وإلا ببوشي دوي كيما تحبو باش ندخلوها من بعد الفريجيدير تبرد قبل ما نحطو عليها تبقى المولية كم سوسي. نزيدوها توا داكواز أخرى بسم الله ننزلوا عليها هكا ليجرمو باش يريد هكا. وهذه توا باش نزيدوها الكريم كالعادة نتاعنا بالبخاليني مغنقي يا سلام يا سلام. ما نحكي لكم شعر الريحة هذه فيديو تضيق هذه وتتشم بيان سور نخليكم في الدار تجربوها وتتبنوا معايا اكيد اكيد. وهذه توا باش نشخشخوها بكا نوازيت والاموند كاراميليزي دونك هوني فو نيزيتي با يفو يالي على قد ما تشخشخو على قد من بعد ما البنة ما نحكي لكم شي الدوخ 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 يامي يامي على البنة ركزوا عليها ركزوا ما نحكي لكم شعر ريحة
بنة على بنة مع الشيويت، مش كانت فنن وتبنن مع الشيويت واللي غورمي، عايش احلى الاوقات. وهذه توا باش نحطوا فوقها تاكواز واحدة اخرى باش نسكروا بها. مازال الجو مازال مازال، باش ننزلوا هكا ليجيرمون باش ندخلوا هكا الاموند ونوازيت كاراميليزي في وسط الكريمه اللي تحتهم، ونكملوا اخر طبقه هكايا بالكريمه تو سامبلومون. وهذه توا باش تبيت ليله في الفريجيدير قبل ما نكمل دوما ان شاء الله نكملوا لها الزينه. فوالا مورنا 5/5. ونستيو هكا بالبيه بالبيه، لازم يكلو كلهم قد بعضهم. دونك فو نيزيتي با الزيت، دونك هو بحثنا اب هكا ونواصلو حتى لين تبدا مستويه الكل، مش شريت الكل دو لا ميم مانيير و بيان بيان ليس. حتى هكا اون اوبتيان ان ريزولتا بيان ليس. الجاتو نتاعنا باش نحطوه توا في الفريجيدير، مش في الكونجيلاتور، في الفريجيدير العادي، باش نخليوه يبات ليله كامله وغدوه ان شاء الله نزينو. للزينه لهوني خذيت الكومبا وصورت بيه دو سيركل في ديمونسيون، هذه الاولاني ديمونسيون نتاع المول نتاعي وهذه اقل منه. حيث فوق لهوني الكريمه بيان سور فو ليس باسي، ما تخليوهش دونك ليس قلب بعضها. علاش؟ على خاطر باش نحطو فوقها ان اوتر بابي كويسون كان فاشي، باش ننزلو عليهم هكا باللوحة وباش نحطهم في الكونجيلاتور يرتاحو. الجاتو متاعي بعد ليلة في الفريجيدير خرجتو، نحيتلو السيركل باتيسيي هكا طبقات ظاهرين، وتوا قاعدة ندور فيه بالليزاموند ولي نوازيت كاراميليزي اللي حضرناهم كم سوسي. دونك هاذيا تلاصقوهم هكا بالباهي، تنزلو عليهم مليح التوري جوي. هذوما دونك سي بون بردو، ريتهم كيفاش معناها وليو محليهم هكا كي دي ميدايون، وباش نغطسوهم في الكاكاو. فوالا يوليو كيما لي تروف. دونك هاذيا هكا تو باش نزيو سمني نزينو بها، نزيدو نشخشخوها بالبفريوة كونكاسي. تيلو نتاعنا حذر قد ما نقولكم بنين وشوية، لازم بالحق الفيديو هذي تتشم وتتذيق، لازم تجربوه. المطعم متاعك اللي نوازيت كاراميليزي اللي حطيناه في وسطها يذوب في الفم ويعطي تقرميشة بنينة برشا برشا برشا، هكا الكريمة تذوب ذوبين في الفم، الجناش تقعد ديما موالوز حتى بعد ما دخلناها للفريجيدير. زيدك البخاليني اللي حطيناه في وسطه مطعمه أكثر من رائع بالحق، مش خاطر الجاتو متاعي انا، اما لازم تجربوا الوصفه هذه في كل مناسباتكم ومن غير مناسبات، ودوا ريحكم كالعاده. نقول لكم مع الشيوات تفنن وتبنن، ومع لي غورمي يا سلام يا سلام. ديما عيش احلى وابن الاوقات، ان شاء الله عجبتكم. نستنى برشا تشجيع الهوني وعلى الانستغرام زيد، تلقاو فيه اكثر دي روسيت شيوات دو سنة. إن شاء الله الوصفة عجبتكم، نستنى برشا تشجيع ونستنى برشا غوتور محليهم اتصوركم المزيانين اللي ديما يفرحوني برشا. نبوسكم برشا وإن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. ربي ميور فو أتوت إي أتوس. ربي يعطيكم الصحة والعافية ويعطيكم ما تتمنوه، إن شاء الله 2022 يكون أحلى وأحلى وأبن من الجاتو بألفين مرة يا ربي. دونك تبنوا إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم كما تفرحوا فيا ديما باللي ميساج متاعكم الحلوين، بتصوركم المزيانين، باللي كومنتير متاعكم اللي ديما يشجعوني، كسوسوا على الفيسبوك على الانستغرام شيوات دو سنة، وإلا زيدا كيف كيف على اليوتيوب.